طول عمرها كان عندنا منطقة صناعية بتقدم للمستثمرين مجانا. النهارده بقى عندنا 8 مناطق، بقى عندنا مجمع صناعي، بقى عندنا المتر بفلوس. احنا ناس فاهمين يعني صناعة. انا عايز اعرف منك المجمع ده ايه الاضافة اللي هيقدمها لمجتمع بني سويف؟ وحضرتك طبعا بالنسبة لعدد 8 مناطق هنا في محافظة بني سويف، منهم منطقتين، منطقة كوم براد ومنطقة بياض العرب الصناعية، وعندي منطقة الصناعات الخفيفة ومنطقة الصناعات المتوسطة، وعندي 4 مناطق تقيلة في محافظة بني سويف. طبعا المجمع هنا المفروض معمول ربط للمشروعات الكبيرة دي، عايزين نعمل عملية التشبيك للمشروعات الكبيرة، نعمل صناعات مغذية تكمل بعض المنتجات اللي هي للمشروعات التقيلة دي من خلال المجمع. طبعا هو النماذج اللي موجودة دي تخدم أي مشروع صغير بالمساحات اللي موجودة دي طبقا لخطوط الإنتاج اللي ممكن تتقدم لنا إن شاء الله من خلال الدراسة المالية اللي الجهاز هيقوم بيها بتنفيذها إن شاء الله مع الشباب أو المستثمر اللي جاي، هنساعده فيها إن شاء الله بإذن الله إنها تطلع دراسة موفقة إن شاء الله عشان المشروع يأدي دوره بإذن الله. أستاذ أشرف حسين، يعني خليني أقول لك إن أنا شاب وعندي فكر صناعي وعندي حرفة، ولكن أنا خايف، مجمع ضخم، المساحات ممكن أكبر من اللي أنا أتخيل إن أنا أمتلكه. شجعني، يعني إيه المميزات اللي أنا ممكن أخدها تخليني أعمل كل حاجة عشان أفوز بوحدة هنا؟ هو حضرتك فعلا ده واجهناه في بداية الطرح في الكراسات، ابتدينا نواجه الناس قلقانة من الموضوع ده. فمجرد ما جبناهم هنا المجمع بصراحة الفكر اتغير بشكل غير عادي، لأن لما شافوا الموضوع النهاردة هيستلم وحدة النهاردة كاملة كل المرافق، وهيستلم الرخصة اللي هي بتقابل صعوبات ان هو يقدر يبني وينشئ ويجهز في فترات كبيره جدا، واخد بال حضرتك؟ فلقى الوضع بالشكل ده، لقى اتغير، ولقينا افكار بتطلع احنا ما كناش متوقعينها عندنا في جهاز تنميه المشروعات. فدي بصراحه يعني الواحد متفائل ان شاء الله باذن الله يكون في حاجات على ارض الواقع ان شاء الله في الفتره الجايه لا مميزه. في طبعا الجهاز طبعا بدعو لكل شاب ان هو ما يقلقش من اي حاجه، لان انا بقدم له بعض الافكار والحاجات اللي يقدر يبدا بيها. في عندنا حاجه في الخدمات الغير ماليه، في خدمات تانية، خدمه بعد القرض طبعا، حكايه التسويق والاعفاءات الضريبيه اللي احنا ممكن نقدمها. في باب في قانون المشروعات الصغيره، دي حزمه متكامله للاعفاءات الضريبيه. في كمان الخدمات المالية اللي احنا بنقوم بيها النهاردة، لو النشاط النهاردة بنقدر نموله النهاردة بخط الانتاج كامل، بيساهم هو ب 25% من خط الانتاج واحنا بنساهم ب 75%، ودورة التشغيل كاملة ممكن نساعده فيها. المعدات ممكن تساعدنا ان انا اشتريها؟ عندنا برضو لو هو محتاج خط انتاج كامل، هو بيقدم لنا عرض سعر من موكل معتمد او 3 عروض اسعار من بعض الشركات، واحنا بنشوف افضل عرض وبنمول. كل ده تبع مبادره البنك المركزي اللي دعم مشروعات الصغيره. مبادره البنك المركزي دي في بنوك هتمول الكلام ده، واحنا من خلال جهاز تنميه المشروعات بنقدر نمول المشروعات دي برضو بنظام ال 5% وصل.